أخبار اليوم. هنبدأ إجابة السؤال الثالث، وبرضك زي ما اتفقنا يا ريت تبدأ صفحة جديدة، وبعدين نقول ثالثا إجابة السؤال الثالث، وبعدين ابدأ ألف. ألف برضك فيها عبارة وعليها أسئلة، بيقول إيه؟ يتأثر نمو وتوزيع السكان بعدة عوامل، كما يؤثر السكان على النشاط الاقتصادي. طبعا احنا بنتكلم على مصر طبعا. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. واحد، تتبع نمو سكان مصر بعد ثورة 52 وأهم العوامل المؤثرة عليه. أي واحد هيقول لي كده أنا محتاج أرقام مش أرقام وهتلخبط، لا، أنت ممكن تستخدم معلومات عامة وأكدها بأرقام بقدر الإمكان، لكن ما بقولش أنا أسمع الأرقام اللي أنت حافظها من الكتاب. طبعا هنا هنقول أن تأثر نمو السكان في مصر بعد ثورة 52 بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية، مما غير من نمو السكان بعد الثورة عنه قبل الثورة. نبدأ مثلا المواليد. ظلت نسبة المواليد مرتفعة في مصر بعد ثورة 52، ولكنها كانت حوالي 40 في الألف إذا كنت هتستخدم الأرقام. تأثرت بفترة حرب 67 حتى 73، انشغال الشباب في الحرب، انخفضت إلى 35 في الألف. رجعت تاني، زادت بعد انتهاء الحرب، ولكن مع دخول المرأة العمل ومع انتشار التعليم ومع التحضر ومع التصنيع بدأت تنخفض نسبة المواليد تدريجيا، وده شيء طبيعي، وتأخر سن الزواج طبعا، وأصبحت حاليا ما يقرب من 28 في الألف. يبقى فعلا هنا خروج المرأة للعمل قلل المواليد، التصنيع والتحضر قلل المواليد. طبعا يمكن انشغال الشباب بلقمة العيش أو البحث عن الوظيفة قلل أو أقل سن الزواج فقلل المواليد، لكنها مرتفعة جدا على فكرة بالقياس للدول المتقدمة. دول متقدمة في أوروبا ممكن أقل من 10 في الألف، احنا بنقول 28 في الألف، ده حاجة كتيرة يعني، بس ده حصل 2006 اللي هو في الكتاب عندك. أما الوفيات، انخفضت الوفيات بسرعة في مصر نتيجة توفر الرعاية الصحية وتوفر الدواء والعلاج، وخاصة تحسن صحة المرأة والطفل، فانخفضت سريعا حتى وصلت إلى أقل من 10 في الألف. ويقال أن مصر من الدول المتقدمة عند حساب الوفيات حوالي 6.6 في الألف الوفيات. معنى ذلك لما أجي أحسب بقى المواليد، قلنا يمكن قريب من 28 في الألف، والوفيات قريب من 7 في الألف، يبقى أصبح هنا عندي 21 في الألف زيادة طبيعية، ودي زيادة سريعة جدا جدا. فما زالت حتى الآن مصر تعاني من انفجار سكاني. طب نهرب منه إزاي؟ نعمل أكثر على خفض المواليد، خلي مثلا على الأقل حتى 20-15 كده، نقلل الفجوة بين المواليد والوفيات، يؤدي إلى تحسن الأحوال في مصر. يبقى ده إجابة السؤال الأولاني، تتبع نمو السكان في مصر، المواليد والوفيات، واللي أثر عليها طبعا اتفقنا المواليد تتأثر بأشياء والوفيات تتأثر بأشياء أخرى، وده كل ما تجاوب بردك في نموذج الإجابة اللي عندك في الصحيفة. نمرة 2 بردك على السكان، ما أثر الظروف الطبيعية في توزيع السكان داخل الدلتا؟ نظرا لاتساع مساحة الدلتا تختلف ظروفها الطبيعية من مكان إلى آخر، وذلك أثر على توزيع السكان. فنجد أطراف الدلتا الشمالية تربتها سيئة لأنها ملحية وصلصالية وهناك مستنقعات، فالكثافة منخفضة. أطراف الدلتا الشرقية والغربية امتداد للصحراء الشرقية والغربية تربتها رملية سيئة الصرف، كثافتها منخفضة. أما قلب الدلتا الوسط والجنوب فالتربة خصبة والصرف جيد وارتفاع انتاجية الفدان، فده اعلى مناطق الدلتا كثافة. فكأن التربة والصرف وانتاجية الفدان لعبوا دور كبير في اختلاف توزيع السكان ما بين الشمال والشرق والغرب وبين الوسط والجنوب. بردك ده على فكرة كل سؤال عليه درجتين. نمرة 3 على العبارة، أثرت الزيادة السكانية على محصولي أو محصول القمح والقطن، وضح ذلك. طبعا أكيد نظرا لزيادة أعداد السكان في مصر زادت الحاجة إلى محصول القمح كغذاء أساسي،
فأدى ذلك إلى اتجاه الدولة إلى التوسع في مساحة القمح للعمل على زيادة الإنتاج، ولكن هذا جاء على حساب المحاصيل الأخرى وخاصة محصول القطن الذي كان يعد أهم محاصيل النقدية في مصر. لكن الحاجة إلى الطعام وإلى محصول القمح أدى إلى خفض مساحة القطن. طيب، ما زال السكان بيزيدوا والحاجة إلى القمح بتزيد، لا صعب بقى توسع أكثر في القمح على حساب القطن، فلجأت مصر إلى استيراد القمح من الخارج لتعويض هذا النقص، خوفا على المساحة الموجودة للقطن حاليا أو محاصيل أخرى زي البرسيم أو الفول أو المحاصيل مهمة أخرى. فكأن الزيادة السكانية أدت إلى التوسع في القمح وخفض مساحة القطن، ولكن إلى حد معين ثم استكمال إنتاج أو حاجة مصر من القمح بالاستيراد من الخارج. السؤال الثالث نمرة ب، يعني ممكن تكتب كده إجابة السؤال الثالث ب، بيقول ما النتائج مترتبة على، يعني انت خدت حاجة وخدت اللي ترتب عليها ايه، يعني انت هتفكر بس في النتيجة بتاعتها. انتشار المستنقعات في الحوض الأدنى لبحر الجبل. طبعا بحر الجبل من اهم مميزاته ان هو في الحوض الأدنى، يعني قرب المصب في بحيرة نو، بيتحول الى نهر ضعيف الانحدار جدا، بطيء الجريان، فتضيع المياه في شكل مستنقعات في هذه المنطقة. طب احنا نقول ايه اللي ترتب عليه؟ ضياع نصف كمية المياه في بحر الجبل من منجلة في الجنوب حتى نو في الشمال. كانت في منجلة حوالي 30 مليار متر مكعب، طبعا دي كمية كبيرة جدا جدا، لكن وجود المستنقعات ادى الى ضياع المياه بالتبخر او التسرب اللي وصل الى بحيرة نو حيث يصب بحر الجبل 15 مليار فقط. فدي كارثة بالنسبة لموارد المياه الدائمة من هذه البحيرات. لذلك تفكر مصر في إنشاء قناة سامة جنجلي في المنطقة بتاعة الحوض الأدنى لبحر الجبل، وتفادي منطقة المستنقعات وزيادة نصيب مصر من المياه. ما النتائج مترتبة على نشاط الرياح في الصحراء الغربية؟ طبعا الصحراء الغربية تمثل أكبر شكل تضاريسي في مصر، ويميز الصحراء الغربية مميزات الرياح التي تكونتها. يعني 40% من سطح الصحراء الغربية مغطى بالرمال، والرمال دي اللي كونها نشاط الرياح. الرياح بتنحت وترسب رمال، رسبتها في شكل بحر الرمال العظيم بيننا وبين ليبيا، رسبتها في شكل الغرود اللي هي كثبان طولية، رسبتها في شكل فرشات للرمال جنوب مصر. يعني 40% من الصحراء الغربية من فعل الرياح عبارة عن انسابات رملية. كذلك الرياح عملت على نحت المناطق الضعيفة في القشرة الأرضية في الصحراء الغربية، وتكوين المنخفضات اللي هي بتشغلها الواحات حاليا، وزيادة عمقها تلقائيا وزيادة حجمها تلقائيا عن طريق نحت الرياح. كذلك شمال الصحراء الغربية هناك صورة أخرى، كثبان جيرية بيضاء، دي إرسابات هوائية بس أصلها بحري. يبقى كأن الرواسب الرملية من فعل الرياح، الأحواض المنخفضات اتساعها وعمقها الكبير بفعل الرياح، الكثبان الجيرية البيضاء في الساحل المريوط برضك من فعل الرياح. ما النتائج مترتبة على تشابه إنتاج الدول العربية؟ طبعا مصر إحدى الدول الهامة في الوطن العربي، ويهمها زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية، ولكن للأسف الشديد تشابه إنتاج الدول العربية سواء من المحاصيل الزراعية أو الخامات المعدنية أو حتى بعض الصناعات أدى إلى ضعف أو قلة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية. يعني أقل من 10% من تجارة مصر مع الدول العربية، 90% مع خارج الوطن العربي. فدي مشكلة كبيرة جدا، وده بيؤدي إلى فعلا أن مصر بتحاول أن هي تعمل اتفاقيات تجارية مع الدول العربية أو تعمل على زيادة الإنتاج في الصناعات لتصدير الدول العربية. بكده يبقى احنا خدنا ألف ثلاث نقط بست درجات، وده بقى عليه خمسة، اتنين اتنين واحد، دي إجابته قصيرة فما تخافش، يعني لو جبت السريع عليه درجة قليلة. يتبقى مهارة مهمة جدا
امام خريطه صماء لمصر، انقلها لازم ترسمها. طب واحد يقول لي ما بعرفش ارسم، لا يعني ممكن لو تشفها شفها مش مشكله، حط الورقه بتاعتك على الخريطه وشفها، المهم ان انت تنقلها، لو ما نقلتهاش هتاخد صفر. انقلها في كراسه الاجابه ثم وضح عليها. اعلى قمه جبليه في مصر، انا مزايك ان هي سانت كاترين وان هي في سيناء، ناقص بس احطها في مكانها صح، يبقى هنا هقول ارسم هنا مثلث وممكن اكتب عليها، بس انا كده يعني طبعا انت خريطه عندك تبقى صغيره، حاول بقدر الامكان تحط المكان صح. يعني موجود في طب وللاسف على ما هي طبعا يمين شويه، وتكتب جنبيها رقم 1. طيب اكثر جهات الاقليم شبه الصحراوي نبات طبيعي هي جبل عربه في الجنوب، ويكتب رقم 2. تيار هجره داخلي في الوادي، على فكره داخلي يعني ما تبعدش عن المنطقه بتاعت الوادي، خد من قنا الى اسوان، ده تيار الهجره الداخلي، واكتب جنبيه 3. وبعدين اخر حاجه حقل بترول ابو الغرديق، حط علامه قريب من البحر المتوسط واكتب جنبيها 4. يبقى انت جاوبت صح، كل واحده عليها درجه. مهمه جدا ان انت تكون عارف الاماكن دي على الخريطه. درب بقى نفسك على جبال تانية زي الشايب زي العوينات، درب نفسك على أودية جافة زي قنا والحمامات، درب نفسك على تيار هجرة داخلي في الدلتا أو تيار مثلا إلى مدن القناة، درب نفسك على حقل بترول تاني. المهم ده مثال لسؤال لو جالك خريطة مصر إيه اللي مطلوب عليها. كده أنت جبت السؤال الثالث اللي عليه 15 درجة، يعني أنت كده وصلت 3/4 الامتحان بتاعك.